عبدالله إسماعيل الوافي متحصل على درجة الليسانس في القانون ودرجة الليسانس أيضا في الإعداد قسم اللغة الإنجليزية وطبعا متحصل على درجة الماجستير في الإعلام. الحقيقة كان نشاطي في الجانب الإعلامي يتركز أكثر شيء على الصحافة. قمت بالمساهمة في تأسيس بعض الصحف المحلية في ليبيا، وأيضا قمت بالكتابة في معظم الصحف سواء كانت الورقية أو الإلكترونية. كتبت في السياسة وفي الاجتماع في حقيقة مجالات شتى. يعني بنركز حقيقة طبعا هذا البرنامج نعتبره برنامج يعني طموح جدا، ونتمنى له النجاح والتوفيق، ونتمنى ان احنا نضع يعني بصمة، نساهم يعني كلنا في وضع يعني بصمة تتعلق بمخرجات جيدة في مؤسسات التي تقوم بتخريج الكوادر الإعلامية وتأهيلها. انا اعتقد بان ربما نركز على المنطقة العربية عامة وعلى ليبيا بشكل خاص، لأن البرنامج كله يتعلق بليبيا وبتدريس الإعلام في ليبيا. أعتقد المناهج التي تدرس الآن من فترة طويلة في المؤسسات الإعلامية الأكاديمية في الماجستير وحتى في البكالوريوس لا تلبي حاجات المنطقة على الإطلاق. المنطقة تعاني من أزمات متعددة تتعلق ربما أبرزها بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالدرجة الأولى والحروب والتنمية. آخر شيء من التنمية، أنا أتوقع أن لو إحنا قدرنا أن إحنا نغير في المناهج اللي ممكن أن نساهم بها في تخريج كوادر يعني في الصحافة تستطيع أن هي تنشر الثقافة الديمقراطية وثقافة الحرب، يعني كيف نتعاطى مع الحرب، كيف يتعاطى الصحفي مع الحرب، يعني مادة تتعلق بالصحافة في الحروب ومادة تتعلق بالصحافة وحقوق الإنسان لأن في انتهاكات خطيرة في المنطقة هذه في ليبيا يعني تحديدا، وكيف ننشر ثقافة أو ثقافة صحفية تتعلق بالديمقراطية، وأخيرا بالتنمية. لو قدرنا المناهج التي تدرس في الكليات الإعلامية الصحفية وتدرس في أيضا ما يسمى احنا عندنا بالسنة التمهيدية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة، لو قدرنا نحدث هذا مع التغيير حنكون يعني ساهمنا بالتأكيد في رفع كفاءة المخرجات التي نقوم بتخريجها كصحفيين أو كأساتذة للصحفيين في المستقبل بالدرجة الأولى. Enough.